أصدقائنا اليوم بحلقتنا الجديدة من أبطال الكتاب. بعرف أصدقائنا مشاهدينا اليوم ما كنا عم نلعب أنا وقليلا نشوف مين حيبلش لأنه أنا مروحة أصبعي. ما أقلك يا كارن سلامتك، أنا وكل أصدقائنا يلي عم يحضرونا اليوم بحلقة جديدة من أبطال الكتاب على شاشة سات سافن كيدز، وإن شاء الله إيدك تصير أحسن. كارن مروحة أصبعها بس تقدر تأيد الأسامة وبتقدر تشارك معنا كل شيء تعلمته من إنجيل يوحنا بهيدي الحلقة. وبقدر أحكي يا قليل ومثل العادة مثل ما تعودت علي أنت ومشاهدينا أنه كتير 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 بحكي. طيب أصدقائنا اليوم رح نكون كمان عم نحكي بإنجيل يوحنا، وأنا كتير محمسة لنبلش نتشارك كل شيء تعلمناه من الإصحاح اللي كنا عم نقرأ من خلاله. بتعرفي يا كارن أوقات هيك بكون بعد الحلقة فكر إنه واو قديه تعلمنا من هيدي الحلقة، وقديه كلمة الرب بعدنا كل مرة عم نقرأ فيها عم نتعلم منها أشياء جديدة. لما أرجع أقرأ كلمة الرب بتشجع وبقول أكيد الرب هالمرة رح يعلمني شي جديد، رح يعطيني درس لحتى طبقه بحياتنا بحياتي ولحتى يغيرني أكتر وأكتر. تعرف يا ألي أنا في أكلة كتير كتير بحبها يلي هي الملوخية. إيه أوكي أنا كمان بحبها. أوكي خايف بس مش حطبخ لك إياها لأنه كتير صعبة ما بعرف أطبخها، بس أنا كتير بحبها لهالأكلة لدرجة إذا كل يوم باكل ملوخية ما بزهق منها. كل يوم؟ إيه واو أوكي. ومرة في مام طبخت ملوخية، يعني كنت عم باكل ما خليت حدا ياكل بالبيت كرمال خليها على الألف، فثلاث أيام عم باكل منها وما زهقت. واو. فهيدا الشيء كنت مرة عم فكر إنه كلمة الله هي مثل أكل لروحنا. صح صح. فأوقات أنا بقعد بقرأ اليوم، فهل معقول بكرة أزهق؟ إذا مثل الملوخية مثل ما عم تقولي أكيد لا 100%. فالشيء اللي عم بختبره أنا هالفترة أنا وكلمة الله هو إنه قد ما عم بقرأ عم ضلني جوعانة إنه أقرأ أكتر، لدرجة يلي أوقات بحس إنه عم بقرأ وأقرأ ما بدي وقف، بعدين بخلص بلاقي إنه صار قاطع ساعة وأنا ما حسيت على الوقت. طب أنا برأيي يا كارن ما بقى نحكي عن الملوخية لأنه أنا صراحة بلش جوع، وإذا أصدقائنا في حدا منهم بعد ما تغدى كمان أكيد بلش يجوع. مش هناك أنا واثق إنه بكل حلقة عم بيكون عنا اتصالات جداد وعم بيكون عنا أصدقاء جداد عم نتعرف عليهم، ونحن حلقتنا وبرنامجنا قوانينه كتير سهلة. مثل ما قالت كارن عم ناخد قراءة من الكتاب المقدس وعم نقرأ كلنا هيدي القراءة ونتعلم منها، ولما نجي على أبطال الكتاب تتصلوا فينا بالأرقام يلي عم تمروا قدامكم على الشاشة. أكيد عليكم تختاروا رقم من العشرين رقم ورح نسألكم سؤال وعليكم أكيد أنه تجاوبوا صح. وأكيد يا ألي إذا جاوبوا صح رح نكون عم ننزل اسمهم بهذا البوكال، ويا ألي الأشخاص يلي بينزل اسمهم بهذا البوكال لازم ينترونا لآخر الحلقة، لأنه بكل آخر حلقة عنا سحب للجائزة الأسبوعية، وكل آخر الشهر عنا سحب للجائزة الشهرية. أصدقائنا مثل ما عم بتشوفوا نحن هلأ حنشوف الجوائز، بس جوائزنا كتير حلوة، في جوائز فينا نلعب فيها، فينا ننزل بايبل كمان، وفينا نصور. فهلأ يا قديم شو قولك؟ أصدقائنا تحمسوا يعني بعد ما نحمسهم أكتر. أنا كمان يا كارن محمس وناطر لحتى نشوف شو هن جوائزنا. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: ديجيتال ريموت هليكوبتر، ميني تابلت أندرويد، MP3 بلاير، ديجيتال كاميرا. أما الجائزة الكبرى لهالشهر فهي ليبل ميكر يلي بتخولكن تطبعوا بطاقات بأسمائكن وتلزقوها على أغراضكم الشخصية. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكن فجوائزنا إلكن هي طابط فوتبول، راكات، ستاتيك ساينس، مجموعة شطرنج. ومنرجع معكم أصدقائنا ومعنا أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ هاي نغم. هاي كيفك؟ منيحة. اشتعلنا لك يا نغم. نحن كمان. أنا كمان. أكيد كان عندي كتير درس مشان هيك ما كنت عم تتصلي فينا. إيه كان عنا فحوصات. أوكي وعملت منيح؟ أكيد أكيد. أنا وإلي وسيلة إنه حتى لو ما كنت عم تتصلي فينا كنت عم تقرأ بالكتاب المقدس. أكيد. طيب يا نغم حاضرة هلأ إنك تختاري رقم من 1 لـ20؟ نعم. أوكي أي رقم؟
7. ويا نغم، السؤال رقم 7، أول سؤال لقلنا بهذه الحلقة بيقول: هل كان اليهود سعيدون بشفاء مريض بيت حسدة يوم السبت؟ نعم أم كلا؟ وبلش وقتك. كلا. كلا، يعني ما كانوا سعيدين أبدا. وجواب على نغم جواب صحيح. واسمك يا نغم هو أول اسم بينزل معنا بالبوكال اليوم، خليك عم تابعينا لآخر الحلقة. وقبل يا قليل ما نكون عم ناخد هلأ كل الاتصالات من أصدقائنا، لازم نذكرهم بصفحتنا على الفيسبوك يلي اسمها أبطال الكتاب أو بايبل هيروز. هيدي الصفحة لنقدر ندخل عليها ونقرأ شو عم ننزل آيات وأسئلة، لازم نعمل لايك لهيدي الصفحة. وأكيد يا قليل الأسئلة اللي عم ننزلهم أصدقائنا رح يجاوبوا، ونحن رح نكون عم نسحب اسم شخص، فهيك هذا الشخص بيكون عم بزيد من فرصه ليربح جوائزنا الكتير كتير كتير حلوة. وفي كمان يا كارن رقم الواتساب يلي بتقدروا تتواصلوا معنا عليه إذا عندكم أي سؤال أي سؤال بتحبوا تسألونا إياه، إن كان بخص الكتاب المقدس أو أي شيء بتقدروا أو عم تواجهوا صعوبة إنكم تطبقوه بحياتكم بخص الكتاب المقدس، تقدروا تحكونا على هذا الرقم، وقد ما بنقدر نحن رح نتواصل معكم ونساعدكم. بتعرف يا قليل من أهم شيء بأبطال الكتاب هو إنه نحن نكون عم نقرأ بكلمة الرب، مشان هيك أصدقائنا ومشاهدينا دايماً أنا وقليل منحط الكتاب المقدس قدامنا ومنكون فاتحينه على الإصحاح اللي حنتشارك عنه. ففي حال إذا أنتوا هلأ مش فاتحين الكتاب المقدس، بعد معكم وقت إنه تركضوا كتير بسرعة وتجيبوا الكتاب وتفتحوه على إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس. صح. طيب يا كارن، إذا بتتذكري بالأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله حكينا عن قصتين كتير مهمين صاروا بإنجيل يوحنا بالإصحاح الرابع والإصحاح الخامس. أول قصة بالإصحاح الرابع تحكي عن المرأة السامرية، وبتاني قصة تحكي عن مريض بيت حسدة، وكان في قصة ثالثة بين هيدول القصتين عن شفاء ابن خادم الملك. وقبل ما يا قلي تكمل عن شو كنا عم نحكي، في معنا اتصال جديد من نور. ألو؟ ألو. هاي نور. هاي، كيفك؟ منيحة. نور، بدي أسألك سؤال. أنت بتعرف أنه نحن عنا كتير أبطال بالكتاب المقدس، صح؟ من العهد القديم والعهد الجديد. صح. أوكي، إذا هلأ ما ننقيم بطل الأبطال يلي هو يسوع، أنت مين أكتر بطل بتتعلمي من خلاله؟ أكيد يسوع. أوكي، حدا غير يسوع مثلا مثل إيليا، موسى، بولس، إبراهيم. إبراهيم. وشو بتتعلم منه يا نور؟ بتعلم انه لازم اترك كل شيء كرمال الله، لانه هو الوحيد انه بيقدر يرشدنا على الطريق الصحيح. واو، شو حلو جوابك يا نور، وخلينا اتعلم اول درس بهيدي الحلقه. ثانك يو. يلا يا نور، بدي اياك هلا تختاري ثاني رقم لليوم معك من رقم 1 ل 20 ما عدا الرقم 7. 14. والسؤال رقم 14 بيقول: أنا أفعل كل شيء من نفسي كما أسمع أدين ودينونتي ظالمة، صح يا ما غلط؟ وبلش وقتك يا نور. هيدول الكلمات هل خطأ؟ خطأ يعني كلا. جواب على نور جواب أكيد صحيح، لأنه مش معقول الرب يسوع ما يكون ظالم، مشان هيك أكيد هو إله عادل. صحيح يا ليه، كنا هيك عم نحكي عن كلمة الله. بتعرف أوقات أنا بفكر أنه هلأ بوقتنا هلأ بالعالم وبكل شيء عم نعرفه وبالظلمة يلي عم تكبر بالعالم والحروبات، أوقات بعد بفكر يا ليه أنا كيف بدي أعرف أختار القرار الصح اللي بدي أخده بحياتي. معك حق يا كارن. وكمان بفكر أنه طب شو هن القرارات؟ أم على أي طريق أنا بدي أمشي؟ بصير فكر انه مين حيقودني للقرار الصح اللي انا بدي اخده. طيب يا كارن، بما انه كنا عم نحكي عن هول الامور وعن كلمه الرب، انا عندي اجوبه لك مش جواب واحد اليوم. اوكي، لانه كنت عم خبرك انه قصه مريض بيت حسدة وقصه شفاء ابن خادم الملك اثنيناتهم عملهم الرب يسوع بكلمه، صح؟ صح. للشخص ابن خادم الملك شو قال له؟ قال له اذهب ابنك حي، يعني الرب يسوع بس قال كلمه وانشفى الابن. وتاني قصة قبل ما تقول تاني قصة يا لي، في معنا اتصال جديد من ستيفن داو. ألو؟ ألو. هاي ستيفن. هاي، كيفك؟ منيح. ستيفن، شو أكتر قصة بالكتاب المقدس بتأثر فيك وبتتعلم منه؟ فيك تنقي إذا تختار قصة من العهد القديم أو من العهد الجديد.
يمكن مثلا مثل صلب يسوع، او وقت دانيال انكب بجب الاسود، ام أو لما داود. داود او موسى لما شق البحر اللي كان كثير كبير. ميلاد يسوع. اوكي. اوكي يا ستيفن، وعم تقرا معنا على طول بالكتاب المقدس؟ اوكي ستيفن، بدي اطلب منك تسمعني من التليفون ديركت لحتى نسمعك بوضوح وما ياخذ وقت الاتصال. يلا بدنا هلا نروح انا وياك ونختار رقم من 1 لـ20. اي رقم يا ستيفن؟ 1. والسؤال رقم 1 بيقول: يسوع قال ان الحقول قد بيضت. بدك تحط الكلمة المناسبة للحرك، للحصاد، للفصل، أو للأكل، وبلش وقتك يا ستيفن. الحقول الحصاد قد بيضت للحصاد، يعني الاحتمال الثاني يا ستيفن. أكيد هيدا هو الجواب الصح، واسمك يا ستيفن كمان نزل بالبوكال لآخر الحلقة، خليك عم تتابعنا. طيب يا قليلة، كنت عم تخبرنا انه اول قصة يلي هي الرجل يلي كان عنده ابنه يلي كان مريض، فيسوع قال كلمة واحدة وشفى. صح. والمريض ببيت حسدة كمان قال له قم احمل سريرك وامشي، يعني كمان شفاه بشو؟ كلمة. بكلمته. طيب يا كارن، شو هي هيدي اللي بين ايدينا؟ هيدا يا قليلة كتاب مقدس بين ايديك. يعني؟ يعني في بقلب الكتاب المقدس كلمة الله. اوكي، يعني هيدي كمان كلمة الله. صح. صح. ونفس القوة يلي كانت به مع الرب يسوع لما قال وشفى المرضى موجودة بقلب هيدي الكلمة. انت بتآمني بهيدا الشيء وبتصدقيها او لا يا كارن؟ صح. اوكي، لانه كلمة الرب بيقول عنا الكتاب المقدس انه حية وفعالة. شو يعني؟ يعني كأنه شيء عايش بين ايدينا وشيء بيشتغل وبغير لما يقول فعال. فاليوم يا كارن رح ناخد من هالكلمة من الكتاب المقدس لحياتنا شو هن الوعود يلي بيعطينا هن الرب، ويلي هي وعود حية وفعالة نقدر نوثق فيها، نقدر تشجعنا بحياتنا، وبتقدر كمان تعلمنا شو فكر الرب وشو قلبه تجاهنا بحياتنا. امين يا الي. وهلا كمان عنا اتصال جديد، ذكرني اقول لك شيء كثير مهم بخصوص كلمة الله. الو. ألو. هاي شربيل. هاي. كيفك؟ منيح. قد عمرك شربيل؟ تراز. شربيل بتحب تلعب فوتبول أم باسكت أم تنس أم فولي بول؟ شو بتحب تعمل سبور؟ فوتبول وتنس. أوكي. فوتبول وتنس. وبتحضر فوتبول يا شربيل؟ مثلا تشامبيونز ليج مع مين أنت؟ ريال مدريد. أوه، يعني مبسوط كثير إنه ربحتهم امبارح. ايه. وتأهلتوا على النهائي. نعم. وتأهلتوا على النهائي كمان. ايه. اوكي يا شربل، وجاهز هلا لحتى تختار رقم معنا؟ نعم. يلا، اي رقم رح تختار؟ رقم 13. والسؤال يا شربل، رقم 13 بيقول: تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله. هل هيدي الآية قال الرب يسوع بإنجيل يوحنا؟ نعم أم كلا؟ بلش وقتك يا شربل. ولسهل عليك بالإصحاح الخامس تقدر تلاقي الجواب. نعم. نعم. وجوابك يا شربل كمان نعم. جواب صح، واسمك نزل بالبوكال لاخر الحلقه، خليك عم تتابعنا. بتعرفي عليك انه عم نحكي عن كلمه الله، وهذا الموضوع انا كثير بياثر فيي، لانه لما بلشت اقرا كلمه الله بلشت اشوف انه حياتي عم تتغير، حتى افكاري عم تتغير وشخصيتي عم تتغير. صح. يعني الايه اللي بتقول انه كلمه الله حيه، يعني عن جد لما انا اقريها، حتى لو كل يوم عم بقرا ذات الاصحاح، كل يوم الرب رح يكون عم بيعمل تغيير جديد فيي، وكل آية رح تكون كل يوم عم تحكيني بشكل مختلف. 100% يا كارن. وهلأ معنا اتصال جديد من صديقتنا أندريا المر. ألو. ألو. بونسوار أندريا. بونسوار. كيفك اليوم؟ منيحة. كيف كانت المدرسة؟ منيحة. عم يعطوك كتير دروس؟ إيه. وعم تلحق تخلصي كل شيء وعلى طول تقرب الكتاب المقدس؟ إيه. برافو يا أندريا. هلأ بدك تختاري رقم؟ إيه. اي رقم رح تختاري؟
من 2 ل 20 20 والسؤال رقم 20 بيقول إن كنتم لا تصدقون كتب موسى فكيف تصدقون كلامي؟ صح يا ما غلط هالآية؟ وبلش وقتك يا أندريا. ما سمعت. أوكي. شو قولك يا إليه؟ وجوابك يا أندريا أكيد جواب صحيح، واسمك كمان نزل بالبوكال لآخر الحلقة، خليك عم تابعينا. نعتذر يا إليه لأنه الجواب إنه الجواب صح ما بين على الشاشة، بس أكيد يا أندريا جوابك نزل، اسمك جوابك صح واسمك نزل بقلب البوكال، خليك عم تابعينا لآخر الحلقة لأنه يمكن أنت تكون الرابحة معنا. فيا كارن، الرب بيعطينا كثير وعود لحياتنا وبكل محلات حياتنا، يعني اوقات بنفكر انه هون الرب معقول ما يساعدني، بس هو الرب مش بس اله ولكن هو بي كمان، يعني مثل ما بينا بيهتم فينا وبيهتم بكل تفاصيل حياتنا، كمان الله هو بينا السماوي يلي بيهتم بكل هيدول. بتعرف الي اوقات بسمع اشخاص عم بتقول انه اوكي بالكتاب المقدس هو انكتب وانكتب من زمان، فاكيد انا معقول اقطع بشيء الله ما يكون عنده جواب عليه، هل هذا الشيء صح يا ملا؟ بس ما يا كارن، لما انا اقرا الكتاب المقدس الرب بنفس الوقت هو موجود بحياتي وموجود بقلبي وعم بيعلمني هيدي الكلمه، كيف تقدر ترشدني بهذا الظرف اللي عم بقطع فيه؟ كثير حلو، يعني نحن فينا نقول يا الي هلا لاصدقائنا انه لو شو ما كان الظرف يلي عم تقطعوا فيه او المشكله يلي انتم فيها، دائما الله بيعرف شو هي وعنده الحل لها. يعني مش معقول شي نهار انا افكر انه لا هيدي المشكله هي كثير كبيره على يسوع هو ما بيقدر يحلها فخلص لازم انا حلها، لا اصدقائنا دائما يسوع عنده الحل، ومثل ما دائما بنقول انه يسوع بيقدر يعمل يلي هو مستحيل لنا، بيقدر يحوله لوضع هو بيقدر يحله. والاهم من هيك يا كارن انه الرب عنده افضل حل لنا، لانه اوقات بنوقع بمشكله وبكون عندنا مثلا اكثر من حل نقدر نعملهم، ولكن الرب على طول عنده افضل حل، مشان هيك على طول لازم نصلي ونقول له يا رب كيف بدك تساعدنا وكيف بدك تعيننا وكيف بدك ترشدنا وتقلنا شو لازم نعمل بهيدي المشكله. ويمكن يا الي اذا نحن هلا عم نفكر طب اذا سالنا هذا السؤال كيف بدنا نعرف جواب الله، اول شيء كثير مهم نحن نكون عم نقرا بكلمه الله، يعني بالكتاب المقدس. اذا نحن عندنا كثير كتب مقدسه بالبيت بس ما بنفتحها، هذا الشيء نحن ما بنقدر نتعرف على الله اذا كان الكتاب المقدس مسكر، لازم نقيم الكتاب المقدس يمكن من الخزانه او من المحل حاطينه فيه ونفتح. او رح هون عليك يا كارن، اذا مثلا انت كثير جوعانه وفي طنجره ملوخيه بالبراد هالقد، بس اذا ما اكلت منها رح تضل شو؟ رح ضل جوعانه. مشان هيك الكتاب المقدس لازم نفتحه، لازم نقرا كلمه الرب كل يوم وبكل وقت لحتى نعرف الرب شو بده بحياتنا وشو بده لصالحنا، مش بس شو بده كأوامر ولكن بالعكس بده صالحنا ومشيئته وخطته صالحه لنا. صح، واذا نحن هلا بقلب طريق ما عم نعرف شو بدنا نعمل، مكتوب انه كلمه الله هي مثل نور للطريق يلي نحن بنكون ماشيين عليه، في حال نحن ضايعين او مش عارفين شو بدنا ناخذ قرار وعم نسمع كثير اراء، مهم نحن نفتح الكتاب المقدس لانه كلمه الله حتنور لنا طريقنا. وهلا معنا اتصال جديد. الو. الو، هاي ريبيكا. هاي، كيفك؟ منيحه كثير، فرحانه يا ريبيكا انك اتصلتي فينا. هلا كنت عم تقري بالكتاب المقدس؟ ايه. اوكي، يعني حاضره انك تختاري رقم؟ ايه. اوكي، اي رقم حتختاري من 2 ل 19؟ 15. والسؤال رقم 15 يا ريبيكا بيقول قال يسوع انه لا يطلب مشيئته بل مشيئه، بديك تحط الكلمه المناسبه بالفراغ، الذي ارسله. مشيئه مين؟ الاب. يعني اي احتمال؟ الاحتمال الثاني. من دون ما تمشي الوقت ريبيكا، اكيد يا ريبيكا جوابك صح واسمك نزل بالبكار لاخر الحلقه، خليك عم تابعينا. طيب لكن يا إلي كنت عم بتقول انه الله بيهتم بكل شيء. صح، يعني اذا قلت لي كل شيء انا بفكر يعني بيهتم بافكاري. صح، بيهتم بمشاعري، بيهتم بجسدي، بيهتم بوضع الماده، بيهتم بوضع اهلي، بيهتم بشغلي،
كله بيهتم فيهم؟ بيهتم فيهم أكتر من أي شخص تاني موجود بهيدي بهيدا الكون. أوكي. يعني أنا إذا بدي أوثق بشخص ثقة كاملة 100% إنه هو بيهتم فيي وبحبني محبة عظيمة وبريد الأفضل لإلي، بقدر أوثق بالرب. ليش يا كارن؟ لأنه في آية موجودة بإشعياء 43، والآية الرابعة بتقول، رح أقراها أنا وياك: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. رح أرجع أقرأ أول قسم من الآية. أصدقائي ركزوا منيح على هذه القراءة: إذ صرت عزيزا في عيني وأنا قد أحببتك. يعني نحن مش بس الرب بحبنا، ولكن نحن عزيزين كتير على قلب الرب. يعني عنده يانا بالدنيا، إذا بدنا نقولها يا كارن، مثل ما أهلنا بنسمع أنه بيقولونا عنا ياكم بالدنيا، الرب عنده يانا قبل كل شيء. نحن كتير عزيزين وكتير غاليين على قلب الرب. شو حلوة هالفكرة يا إلي. يعني أنا لما أقرأ هيدي الآية وأعرف أنه يسوع عم بيقلي إياها خصيصاً لكارن، خصيصاً لإلي، خصيصاً لألكم أصدقائنا، بحس أنه أنا مش حيقطع نهار كون عم بحس فيه أنه أنا وحيدة أو ما عندي حدا. ليه؟ لأنه يا إلي الإله العظيم يلي عن جد هو عمل كل هيدا الأرض عم بيجي يقلي شخصياً أنه يا كارن أنت كتير عزيزة بعيوني، أنت مكرمة، أنا بحبك. فهيدي الآية بمجرد أنه أنا صدق يسوع رح حس بهيدا المحبة، رح حس أنه إيه أنا مانا وحيدة. وهلأ رح نرجع نتعلم كمان من هيدي الآية كارن، بس بدنا ناخد ناردين لأنه اتصلت فينا. ألو. ألو. بونسوار ناردين. مساء الخير. شلونك؟ زين، أنت شلونك؟ أنا كمان زين. وكارن؟ أنا كتير منيحة يا ناردين، وكتير بفرح لما بتتصلي فينا. وأنا كمان كتير بفرح. طيب يا ناردين، أنت حاضرة أنك تختاري هالرقم؟ أو إذا بتحبي يا ناردين قبل تشاركينا بشي تعلمتي من الكتاب المقدس هيدا الأسبوع. رح أشارككم. أوكي، سامعينك. أوكي، أنا تعلمت إنه يكون إيماننا بيسوع، أن يكون عندنا إيمان بيسوع، إنه يكون عندنا إيمان بيسوع، وهذا الإيمان نوثق إنه الرب يسوع موجود وبيسمعنا، صح؟ صح. أمين يا ناردين. وهلا بدك تختاري رقم؟ الرقم 3 يا ناردين. والسؤال رقم 3 بيقول: عندما قال يسوع لخادم الملك أن ابنه حي، شفي في نفس الوقت، هل هذا الشيء صار؟ نعم أم كلا؟ نعم. واثقة من إجابتك يا ناردين؟ أكيد يا علي ناردين واثقة. مشان هيك بدون ما مشي الوقت عطتني ناردين الإجابة الصحيحة، واسمك يا ناردين نزل بالبقال لآخر الحلقة، خليك عم تابعينا. فكنا عم نقول يا إلي هيدي الآية اللي عم نتشارك عنها يلي بتحس بمحبة يسوع لإلك، لأنه هو بيعرف إلي إنه أوقات أنا معقول حس حالي وحيدة، صح، معقول ما لاقي حدا حدي وما أقدر أحكي مع حدا. فهون هو بيجي بيقول لي: لا يا كارن، أنت مانيك وحيدة، أنت شخص كتير بحبه، أنت كتير عزيزة بعيوني. طب كارن، ممكن أطلب منك عن جديد تقري أول جزء من الآية؟ أكيد. إذ صرت عزيزاً في عيني مكرماً وأنا قد أحببتك. أوكي، هل بيقول مثلاً إذ صرتوا، يعني إذا صرتوا كلكم عزيزين بعيوني وأنا أحببتكم، هل بيقولها بصفة الجمع أو بصفة الفرد؟ لا، إلي هيدي الآية عم بيقولها بصفة الفرد. يعني الرب يسوع بيهتم مش فينا كلنا بس، ولكن بيهتم بكل واحد فينا. يعني هيدي المحبة، هذا الاهتمام مش بس بالكنيسة، مش بس بمجموعة من الأشخاص، مش بس بمجموعة من الناس، ولكن بيهتم بكل شخص لوحده يا كارن. يعني الرب يسوع بحبك وبيهتم فيك قد ما بحبنا وبيهتم فيه، وقد ما بحب وبيهتم بكل شخص عم يحضرنا بهذا الوقت. وقد حلو يا إلي لما نعرف هيدا المحبة عند يسوع، أنه صح هلأ هو شايف إلي وشايفنا، أوكي، وشايفنا مع بعض، بس أهم شيء إنه شايف إلي شخصياً، شايف احتياجاته، شايف تعبه، شايف فرحه، وشايفنا لإلي. فمشان هيك أصدقائنا، نحن بحي الله وقت فينا نروح لعند يسوع نقول له ونشاركه كل شيء نحن عم نقطع فيه، إن كان حلو أو كان بشع، لأنه هو مهتم، وحتى مهتم بأداء التفاصيل. أمين يا كارن. ومعنا اتصال جديد من برونا المر. ألو. أقول ألو. ألو. بونسوار برونا. بدي اتاكد انه اخذت الاسم صح،
اسمك برونا ما هيك؟ بفتكر قالت ايه. ايه؟ اوكي برونا بدي اطلب منك تعلي صوتك شوي صغير لاسمعك. الو اوكي الو. الو بونسوار. بونسوار يا مدام، حضرتك والدتها؟ وي لماما برونا. اوكي، قد ايه عمرها برونا؟ جزء ابنين. واو، وهيدي أول مرة بتتصل فينا صح؟ وي هي وعلى ريبيكا، شو وأندريا. اوكي أختن؟ أنا لا بسمع برونا. كبرونا حاضرة لتختار رقم هلا؟ أربعة. أربعة. والسؤال رقم أربعة؟ من نزل ثانياً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض؟ هل هيدي الآية صح يا ما غلط؟ أوكي يا برونا نحن أخذنا هذا السؤال وسمعت أنا قالت صح أول ما سألت السؤال ورح نشوف الجواب يا برونا. من نزل ثانياً بعد تحريك الماء. أنا يا كارن فهمت إنه هذا السؤال بيقول ثانياً يعني يعني دغري بعد تحريك الماء. أوكي خلينا نرجع نقرأ السؤال. من نزل ثانياً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض. أنا فهمت السؤال إنه ثانياً دغري من بعد ما يتحرك الماء. فبرونا أنت أول مرة بتتصلي فينا وأنا فهمت السؤال بهالطريقة واعتبرت السؤال صح لأنه حتى أنا كنت رح جاوب هيك. فاسمك يا برونا رح ينزل بالبوكال مع أسامي ريبيكا وأندريا وكل أسامي أصدقائنا. أوكي اسمك صار بالبوكال لآخر الحلقة، خليك عم تتابعينا. بتعرفي يا علي أنا كمان فهمت هذا السؤال صح لدرجة أنه وقت جاوبت يعني ما فكرت أنه بالجواب لأنه كمان اعتبرت الجواب صح. فهون فينا كلنا نكون عم نتعلم أنه نكون عم ندقق أصدقائنا بالسؤال ونقرأ كتير منيح. ونحن كمان صح نحن كلنا مع بعض. بتعرفي يا علي أنا كتير بحب أنه نحن وأصدقائنا صرنا مثل عائلة صح. يعني أوقات نحن منتشارك أفكار جديدة منبني بعض، يعني أصدقائنا بيخبرونا قصص جديدة عم بيتعلموها من الكتاب المقدس، نحن منتعلم عنها صح. وأكيد نحن كلنا عنا ضعفات، فمشان هيك منتعلم من بعض كرمال نتقرب أكتر لعند يسوع. أكيد يا كارم، ولكن أول وعد بيقول إن نحن عزيزين ونحن محبوبين وغاليين كتير عند الرب. تاني وعد بقلنا هي الرب بالكتاب المقدس هو إنه ما لازم نخاف ونهتم شو بدنا نلبس، شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب. وهذا الشيء يا كارن موجود رح نفتح بإنجيل متى والإصحاح السادس. يعني أصدقائنا أنتوا هلأ فاتحين الكتاب المقدس، افتحوا على إنجيل متى بالإصحاح السادس الآية رقم 31 و 32. مثل ما أنا وكارن حاطين الكتاب المقدس هون معنا وعم نقرأ الآيات بدنا إياكم أنتوا كمان تفتحوا الكتاب المقدس إنجيل متى الإصحاح السادس العدد 31 و 32. بين ما فتحتوا معنا اتصال من مصر من يوسف. ألو الو الو مساء الخير شانو ازيك يا يوسف الحمد لله ممكن اخد اسم العائله او اسم والدك يوسف بس فينا نطلب منك تسمعنا من التليفون بليز مش من التلفزيون هاني اوكي وهيدي اول مره بتتصل فينا يا يوسف اوكي نحن كثير فرحنا باتصالك بديك هلأ تختار رقم من 1 لـ20 اختار رقم 10 رقم 10 والسؤال يا يوسف رقم 10 بيقول اليهود كانوا يريدوا أن يقتلوا يسوع لأنه نقض السبت وقال أن الله أبوه صح؟ يا ما غلط وبلش وقتك يا يوسف صح صح وجوابك يا يوسف كمان جواب صح, صح. واسمك نزل بالبوكال ثانك يو كارن لاخر الحلقه خليك عم تتابعنا اوكي طب الي في انا اقرا الايه لانه انا كثير بحب اقرا الايات بالكتاب المقدس خلينا لكن نرجع نقول لهم لاصدقائنا هالايه موجوده بانجيل متى الاصحاح السادس والعدد 31 و 32 اوكي لكن الايه بتبلش اصدقائنا بتقول فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها
تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أمين يا كارن. ومعنا اتصال جديد من صديقنا جورج. ألو. ألو. مساء الخير جورج. مساء الخير. كيفك اليوم؟ منيح. جورج ذكرني قد ايه عمرك؟ 7 سنين. 7 أو 5؟ 7 سنين. 7 سنين. جورج شو أكتر مادة بتحبها بالمدرسة؟ شو أكتر صف؟ سبعة. بدي أطلب منك تسمعني من التليفون. ماتيماتيك. ماتيماتيك. بتعرف أول شيء فكرت بالمات لأنه كتير سريع بجوابك، يعني كأنه في أرقام قدامك ودغري بتعرف الجواب صح. لكن يا جورج هلأ كتير بسرعة حتختار أي رقم؟ وأكيد رح يكون جورج شاطر بالإجابة. أي رقم يا جورج؟ نعم. إيه من 2 ل 19. 2. والسؤال رقم 2 بيقول في أي ساعة شفي ابن خادم الملك؟ 7، 8، 9، أو 10؟ وبلش وقتك يا جورج. شو رأيك يا جورج؟ ثامنة. ما سمعت. الثامنة. فكر منيح يا جورج، بعد في وقت، بعد في وقت. فكر منيح يا جورج، كان شوي أبكر. التاسعة. أبكر شوي جورج. أبكر يا جورج. العاشرة. يا جورج. جورج أبكر. أبكر مش يعني أبكر. العاشرة. آخر جواب أو بدك تعطيني جواب؟ السابعة. هيدا آخر جواب يا جورج؟ السابعة. 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 أوكي خلينا نشوف هالجواب. جوابك صح يا جورج، واسمك نزل بالبوكال كمان لآخر الحلقة. ما نرجع نقول لأصدقائنا إنه أوقات بتكون الأسئلة يا كارن دقيقة، يعني هيك ما نركز على الديتيلز، على تفاصيل موجودة بالقصة بنكون عم نسألكم منها، مثل ما هلأ صار مع جورج. برافو يا جورج، آخر شيء جاوبت صح واسمك نزل بالبوكال. طيب لكن إلي كنا عم نقرأ الآية اللي هي بتقول لأن هيدا بآخر الآية بتقول لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. كارن في اتصال، معقول ما نطول عن هرائيل ونرجع منكمل معك. ألو. مساء الخير يا نهرائيل. مساء النور. ازيك؟ كويسة. نحن كثير فرحنا باتصالك، وهالمرة عرفت اسمك دغري. وأنا كمان. وأنت وحشتينا قوي يا نهرائيل. وأنت كمان يا كارن. أنت وإلي. ميرسي كثير. أكيد كنت عم تقري بالكتاب المقدس. إيه. طيب بتحبي تختاري هلا رقم؟ من 5 ل 19. ما سمعت يا نهرائيل. 6. 6. رقم 6. والسؤال بيقول قال يسوع لمريض بيت حسدة قم احمل، بدي اياك تحط الكلمة المناسبة بالفراغ وامشي. وامشي. قم احمل سريرك وامشي. قم واحمل سريرك وامشي. والاحتمال الثالث يا نهرائيل اكيد هو الجواب الصح، واسمك كمان انضم لاسامي اصدقائنا بالبقال. خليكي معنا لاخر الحلقه. بتعرف يا علي اذا بنفكر بهيدي الايه، اوكي الرب قال انه ابونا يلي بالسما هو بيعرف انه نحن بنحتاج لهيدي كلها. يعني مش بس نصلي وانه نطلب، لا، من دون ما نصلي يا كارن ومن دون ما نطلب هو شو بيعرف انه نحن محتاجين. لا لا صح. عم تتخيل انه في بي بحب اولاده وبيعرف انه هن محتاجين لهالاشياء وبينطر لحتى يطلبون منه لحتى يعطيهم اياه، ولا لا لانه بيعرف انه هن بيحتاجوا لهالاشياء بيعطيهم هالعطايا. اكيد يا الي. عشان هيك الرب هيك بيعمل معنا. وبتعرف اذا انا بدي افكر طب شو هن الاساس يلي انا محتاجه لهم، قبل شوي كنا عم نقرا انه في اسئله اوقات العالم بتسالها شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، شو بدنا نلبس، أنا بكرة شو بدي أعمل؟ أم مثلاً هلأ بدي أجي على البيت كون خلصت من المدرسة حلاقي أكل بالبيت؟ كون جوعانة كل النهار؟
حلاقي أكل بالبيت؟ أوكي لنقول أكلنا بعدين بدي نام، حلاقي محل نام فيه؟ فكل هول الأسئلة الموجودين عندي الله بيجي بقول إنه ما تعتلوا هم، لأنه بينا يلي بالسما بيعرف احتياجاتنا، ومثل ما كان إلي عم بقول بينا اللي بالسما هو بي محب حنون بيهتم بأدق التفاصيل بحياتنا، ومش معقول يتركنا محتاجين أو تعبانين. بس إذا يا إلي أنا شايفة وبعرف إنه الله ما بيتركنا تعبانة، هل معناتها إنه أنا بقعد ضلني تعبانة وضلني عم فكر بتعبي وبعد عن الله؟ أم معناتها إنه أنا لازم أروح لعند يسوع إنه يا رب أنا تعبانة محتاجتك تساعدني؟ فهون يسوع بيجي بيساعدني. صح يا كرن، لأنه أكيد لما نكون تعبانين ما في حدا نروح لعنده غير الرب. يعني مثلا هلا أنت أكيد شوي موجوعة من إيدك، وأكيد بتصلي بتقول له يا رب أنا بدي إياك إنك أنت تمد إيدك وتشفيني وتشيل هيدا الوجع مني. وأكيد الرب، لأنه مثل ما قرينا بأول آية نحن عزيزين وغاليين وبحبنا كتير، أكيد الرب رح يمد إيده يا كرن ورح يساعدك ورح يعطيك قوة ورح يشفيك بالنهاية. صح، وهيدي هي محبة الله لنا، إنه الله مش بس بيطلع علينا ككرن يلي هي لازم تكون عايشة على هيدا الأرض، لازم تكون كل الوقت عم بتصلي. لا، الله بيطلع بكرن إنه إيه أكيد لازم تصلي، بس كمان لازم تكون فرحانة، لازم تكون مشفية، لازم يكون عندها أكل تاكله وتياب تلبسه وعيلة تكون معه وأصدقاء وتكون هي عم بتحب وهي كمان عم تنحب. فإذا يا كرن هذا الشيء بياخدنا للتاني، لتالت وعد الرب يعطينا إياه، هو بالنسبة للأمور اللي بتخوفنا بحياتنا. يعني نحن إذا ما عنا حدا يهتم فينا، ما عنا حدا يهتم بأكلنا وشربنا، ما عنا حدا بحبنا، أكيد بصير في بقلبنا شو يا كارن؟ تعب. بصير في خوف. صح. وتعب. فالرب شو بيقول عن الخوف؟ رح نفتح على إشعياء 41:13 يا كارن. أوكي. الآية بتبلش من هون وكارن رح تقرأ الآية، لأني بتعرف يا إلي أنا عم بقرأ وأنت عم تكتب، فاليوم ماشي الحال. الآية بتقول لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. واو، يعني يا كارن هيدي الآية بتقول كمان بطريقة شخصية، ما بتقول لا تخافوا، مع أنه في آيات بتقول لا تخافوا، بس بتقول لا تخف. رح فكر كتير منيح بهالآية، وانت فكر منيح، وكمان أصدقائنا، لأنه رح نتوقف مع بريك قصير ومنرجع. أخبار من أماكن مختلفة، قصص وشهادات حقيقية، معلومات متنوعة بتفيدكم بحياتكم اليومية، تقارير خاصة ببرنامج واحد سلام نيوز، معي أنا غادي وأنا جينيفر، بتشاهدونا على السات 7 كيدز في الأوقات التالية. تطبيق الكتاب المقدس .iskids صار اليوم بإمكانك استعماله على أي تابلت أندرويد خاص فيك. ما إلك إلا تدخل على البلاي ستور وتقوم بتنزيل التطبيق أو الضغط على الداونلود. بطريقة سهلة مسلية ومفيدة رح تتعرف على سلاح الله من خلال شخصيات أنت بتكونها، تقرأ قصص من الكتاب المقدس، تلعب وتلون كمان. اليوم صار بإمكانك تستمع لكلمة الله. الكتاب المقدس .iskids صار بين إيديك. ممكن يتغير، أو حتى المادة ممكن تتغير، وبين العلوم، الحساب، والإنجليزي أو العربي الأجواء كلها بتتغير، ولكن المدرسة بتبقى مدرستي اللي منها بتعلم وبزيد معرفتي. مدرستي أحبها أحبها. معكن أنا الآنسة بترا، وأنا رح كون معلمتكن للغة العربية. How are you, Zia, today? 1, 2, 3, 4.
مدرستي بتتابعوا على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج جي بي اس. لازم نكون واثقين في بعض وإلا صداقتنا مش هتبقى ممتعة. حاضر يا سارة. أنا لو كنت من عمرهم وانت سألتيني السؤال ده مين هو جي بي اس ما كنتش هرد أصلا. جي بي اس بتشاهدوه على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. ونرجع معكم أصدقائنا، وأكيد أنا وإلي يعني كنا عم نفكر بالآية، وأكيد أنتوا كمان فكرتوا بهيدي الآية اللي كنا عم نقريها، بتقول لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. يعني إلي أوقات لما أقرأ آية أنا بعجز أنه أحكي، لأنه هيدي الآية بحسها كتير بتأثر فيه وبتفرجيني عن أنه عظمة الله، وبهيدا العظمة في عظمة من المحبة لنا، من الاهتمام بالخوف تبعنا انه نحن ما نخاف لانه هو مهتم فينا. كارن هلا تذكرت لما قال الممسك بيمينك، بتذكر لما كنت صغير وحي الله بي، واكيد كل بي لما يشوف لما يكون ماشي على الطريق وكل ام وكل اهل ماشيين مع اولادهم، اذا في سيارات ومعقول مثلا سياره اذا حدا مشي يصير في حادث، شو بيعمل؟ دغري بيركض البي وبيلقط له ايده للصبي. فالرب شو بيعمل؟ القائل لك لا تخف الممسك بيمينك. مشان هيك نحن اصحابنا لازم توثقوا مثل ما قلنا باول حلقه انه هيدي الكلمه هي كلمه حيه، وهيدي الوعود نقدر نوثق فيها، لانه كلمه الرب وكلمه الرب يسوع يلي قالها من اكثر من 2000 سنه بعدها هي هي وبعدها بتشتغل لليوم بحياتنا. فلما يقول لا تخف يعني انا كل يوم بقدر أوثق بالرب وبقدر أتذكر هذا الوعد. وإذا في أي شيء أي شيء بحياتي يا كارل تبهي عم أقول أي شيء لأنه عم بعنيه، لو بأي وضع نحن بنقطع فيه أوقات صح بنضعف بنقول واو أنا تعبان هلأ وشو بدي أعمل، بس ما لازم نخلي الخوف يفوت على قلبنا لأنه الرب كل يوم بقلنا لا تخف. أمين يا إلي. بتعرف بدي أقول لك فكرة، بس قبل ما أقولها بس بدي شجع هلأ مشاهدينا وأصدقائنا اللي عم بيحضرونا، بعد في شوية وقت للحلقة بس بعدنا عم نستقبل اتصالات، فمشان هيك في الأرقام اللي عم بتبين قدامكم على الشاشة بتقدروا تتصلوا فينا لنكون عم نتشارك من الكتاب المقدس، وكمان يكون عندكم فرص لتربحوا جوائز. بتعرف يا إلي هلأ كنا عم نقرأ بآخر هالآية بتقول لا تخف أنا أعينك، وقبل شوي كنا عم نقرأ الآية اللي بتقول إنه نحن منهتم بالأكل وبالشرب وبالملبس، بس يعني هول الآيتين مترابطين ببعض لأنه أوقات نحن منخاف ما منعرف بكرة شو حيصير فينا، فهون يسوع بقلنا إنه ما تخافوا لأنه أنا عم أعينكم. شو يعني أعينكم؟ يعني عم ساعدكم، عم بهتم بأنتوا شو محتاجين وعم كون عم بسدد هيدا الاحتياج. يعني صحيح مثلا انا اوقات معقول كون ضعيف، بس الرب بيطلع هيك على ضعفي مش كاني انا ضعيف، ولكن بيطلع على الحاجه وبسدها لحتى يعطيني نصره وقوه، بيطلع على كل احتياج عنا اياه، على كل نقص عنا اياه لحتى هو يكمله. طب اوقات كثير بنفكر بنقول ليش؟ لحتى كل شيء بحياتنا يرجع المجد لمين؟ لإله مش لحالنا. امين. بتعرف يا إلي يمكن هلا منفكر يعني انا وإلي عم نحكي عن اختبارات شخصية قطعنا فيها، كنا أوقات نفكر إنه يمكن الأكل اليوم بلش يخلص فعم نفكر لبكرة إنه شو معنا ناكل، فهول اختبارات شخصية إنه كل آية مكتوبة بالكتاب المقدس عن جد إذا منآمن فيها بتتحقق. يعني إذا أنا اليوم قريت إنه يسوع عم بيقول لي يا كرم ما تخافي، فهيك اطلعت قلت إنه أوكي يسوع عم بيقول يا كرم ما تخافي، بس أكيد هو ما قصده أنا، أكيد ما قصده أنا، أكيد قصده إلي وقصده كل الأشخاص ما عدايا، لأنه أنا طبيعي أخاف لأنه وضعي كتير صعب. فهون يسوع بيجي بيقلنا أنه لا
لا يا كارين، وثقي كلمتي، لانه بمجرد انت توثقي بهيدي الكلمه وتصدقيها لحياتك هي حتطبقها. امين يا كارين. طيب وشو رايك من بعد ما قطعنا فكره انه الرب نحن عزيزين وغاليين وكثير بحبنا، وتاني فكره انه ما لازم نهتم للاكل والشرب والملبس، وتالت فكره يلي بتقول انه نحن ما لازم نخاف، شو رايك لما نحن ما نخاف ولكن نحتار؟ بس قبل يا علي ما نجاوب ونقول هيدا الآية، في اتصال جديد من ميراي الخورة. ألو ألو ميراي، نحن عم نسمعك، عم تسمعينا؟ ألو كيفك؟ ماري. ماري ماري كيفك يا ماري؟ منيحة. نحن اشتقنا لك كثير. وأنا. وأنت كمان؟ اوكي، نحن قالوا لنا انه ميراي، ما عرفنا انه انت، انا لو قالوا لي ماري كنت دغري عرفت من الاول. ماري عم تقرا بالكتاب المقدس او الماما عم تساعدك لحتى تقرا على طول بالكتاب المقدس؟ امي. برافو، بدنا نقول لها ميرسي للماما لانه كل يوم بتقرا لنا، ما هيك؟ اوكي، بدك هلا تختاري رقم؟ اي رقم رح تختاري؟ من 5 ل 19. أي رقم يا ماري؟ 9. والسؤال رقم 9 بيقول: اليهود كان يطلب أن، بدك تحط الكلمة المناسبة، يسوع يقتل، يتوج، يحاكم أو يسجن. يقتل. يقتل يسوع، يعني الاحتمال الأول يا ماري. وجوابك جواب صح، واسمك نزل بالبقال، لأنه رغم كل العجائب وكل الآيات يلي كان عم يعملها الرب يسوع، كانوا عم يطلعوا على أمور صغيرة، إنه كيف مثلا شف المريض نهار السبت. فهن هو شو قال لهم؟ قال له أي أفضل، إنه فعل الخير أو فعل الشر نهار السبت؟ فكانوا يقفوا عن تفاصيل صغيرة، يعني يركزوا على الناموس بدل ما يركزوا إنه في شخص مريض له 38 سنة شفى وصار قادر يمشي. واو يا إلي، هلا انت عم تحكي هيك اجتني فكره انه قد ايه كمان يسوع هو مهتم بكل دقيقه انه يكون عم بيشفينا، عم يسدد من احتياجنا. اوقات بنفكر انه لا، يمكن بهيدي الفتره او بهيدا الوقت انا ما لازم اطلب، ام يسوع مش معقول هلا يجي لانه يمكن يمكن عيد، فيسوع بيكون مفرس. بس اكيد يا إلي لا، مثل ما شفنا يسوع شفى بنهار السبت، وقبل كانوا السبت ما كانوا يعملوا شيء. صح، فيسوع لو شو ما كان عنا، لو شو ما كان في اعياد او عطل، يسوع بيشفينا، يسوع بيسدد احتياجنا، ويسوع بيسمعنا. حتى لو كانت صارت الساعه 3 بالليل والدنيا عتمت والكل نايم، يسوع ما بيكون نايم، يسوع واعي اوكي، مستيقظ كل الوقت كرمال يحمينا ويسدد احتياجاتنا. والكتاب المقدس بيقول انه هو ما بينعس وما بينام، يعني كل الوقت سهران علينا، ان كان بالنهار أو بالليل. هلأ يا كرم، بعد معنا شوية وقت للحلقة، ناطرين كمان اتصالاتكم أصدقائنا، لأن بعد في أسئلة نقدر نسألكم إياها وتشاركوا معنا، ويكون عندكم فرصة لحتى تربحوا معنا. لكن يا كرم، رابع وعد هو لما نكون نحن محتارين. قدامنا الأوقات مثلا منفكر ومنقول طب أنا بدي اختار هيدي الشغلة أو هيدي الشغلة كتير. بس هلأ أصدقائنا كلهم يلي عم يتصلوا فينا، بعدين لما يوصلوا على الصف الجريد 12 او على التيرمينال ويكون عندهم امتحان، امتحانات رسميه، رح من بعدها يفوتوا على الجامعه. صح، وقد ايه رح يحتاروا ويقولوا طب انا هلا شو لازم اتخصص؟ بدي يصير مهندس، او بدي يصير حكيم، او بدي اعمل محامي، او بدي يكون شخص بعرف بالبزنس، بعرف بالشغل، يكون رجل اعمال. ففي كثير خيارات رح توقفوا قدامهم، رح تحتاروا، رح تقولوا طب انا شو بدي اختار. معنا اتصال. صح يا علي. الو الو بونسوار بونسوار. الو كيفك يا كارين؟ انا كثير منيحه، انت كيفك؟ نحمد ربنا الحمد لله، نشكر رب. انا عبد المنعم، من كتبت معاكم الحلقه اللي فاتت. صح مزبوط، عرفناك. اهلا وسهلا فيك يا عبد المنعم، عم تحكينا من السعوديه صح؟ مزبوط، عم يحكينا من السعوديه. كان عم بقلك كيفك؟ انا منيح يا منعم، نشكر الرب، اشتقنا لك. الجائزة هتبعتوها ولا؟ لان لسه ما وصلني شيء. اكيد بدنا نتواصل معك،
هلا نحن بيكون أيوة. معنا رقم تليفونك. انا بعت العنوان على اوكي. فاذا اكيد الجائزه يا عبد المنعم رح توصل لك قريبا، يمكن مش بظرف اسبوع اذا ما في عنا حدا بالسعوديه بهذا الوقت، بس اكيد رح نرسلها باقرب وقت. اذا بتقدر ترجع تتصل فينا من بعد ما يخلص البرنامج او نحن بنتصل فيك، اذا فيك تتصل فينا من الساعه 10 صباحا للأربعة بعد الظهر لحتى تستعلم عن الموضوع. طيب اوكي اوكي اوكي. يلا هلا بدي اطلب منك تختار رقم. ماشي، ممكن نشوف الارقام بعد اذن حضرتك. خمسة. والسؤال رقم خمسة بيقول: كان هناك إنسان به مرض منذ، بدك تحط الاحتمال الصح، سنة 35 36 38 يعني الاحتمال الرابع يا عبد المنعم، وجوابك أكيد جواب صحيح واسمك نزل بالبوكال لآخر الحلقة. خليك عم تبعنا. فكنا يا إلي عم بتقول إنه هلا أصدقائنا صاروا يمكن رح يوصلوا لصف الترمينال. بتعرف يا إلي أنا لما صرت بالترمينال وبلشت بدي أفكر شو بدي أعمل بالجامعة، كتير فكرت، كتير رحت سألت أشخاص، لدرجة إنه طلعت على الكمبيوتر كل التخصصات يلي أنا بقدر أتخصص فيهم. واو. أوكي، قدي يعني تخيل قدي كتار وضليت ضايعة، فبالآخر قررت نقي على تخصص وتخصصته. بس بتعرفي شغله يا كارن، صحيح هلا يمكن يكونوا عم بفكروا اصدقائنا انه اوف لما اوصل على الجامعه هيك رح يصير فيه وهيك رح احتار، بس خلينا نفتح كتاب المقدس على المزامير على المزمور 32 والعدد 8. هذا العدد بيقول: اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها، انصحك عيني عليك. اذا لاحظت يا كارن في شيء مشترك بين كل هالوعود انه فرديه، عم بقول اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها انصحك عيني عليك، يعني حتى لما نوقف هيك على مفترق طرق ومش عارفين اي طريق بدنا ناخذ، الرب بيقدر يعلمنا، بيقدر يرشدنا، وبيقدر ينصحنا على الطريق اللي لازم نروح عليه. وبتعرف يا إلي الله هو يمكن مش يمكن على الاكيد اكثر حدا انا فيه اخذ منه نصيحه، ويكون النصيحة اللي عم بيعطيني هي هدافة لحياتي بتبنيني، ومش معقول يكون عنده مصلحة. أكيد رح تكون أكيد أفضل نصيحة، لأنه الرب بيكون شايف الأمور أصدقائنا بعكس ما نحن شايفينها. نحن منشوف الأمور بطريقة سطحية، بطريقة مثل ما نحن شايفينها، ولكن هو من السماء شايف كل شيء وشايف حياتنا كلها قدامه. هلأ يا كارن شو قالي؟ وصلنا صحب؟ للوقت اللي بدنا نسحب فيه اسم الفايز. كارن انا رغم انه ايدك عم توجعك، بس انا معود انه انت على طول تسحب اسم الفايز او الفايزه معنا. طب في اسحب بالشمال؟ رح اطلب منك تسحب بايدك الشمال. بس اصدقائنا انا ماني معوده اسحب بالشمال، فمشان هيك بدكم تطولوا بالكم شوي عليها. اوكي، نقيت الاسم. اوكي، لبنان. لبنان. والرابحه معنا اليوم هي نغم طافش من لبنان. يا نغم انت رح تكون الرابحه معنا بالجائزه الاسبوعيه، الف مبروك. خلينا نشوف شو ربحت معنا. مبروك لبطل جديد من ابطال الكتاب، والهديه هي ديجيتال كاميرا. مبروك يا نغم، واكيد اصدقائنا لخميس الجاي رح نكون كمان عم نتشارك من انجيل يوحنا، بس هالمره رح نكون عم نتشارك من الاصحاح السادس. وبدي اطلب منكم اصدقائي انه تقروا كثير 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 منيح بالانجيل يوحنا بالاصحاح 6، لانه بتحكي عن شخص كان بعمركم، كان صغير معه سمكتين وخمس ترخفه، وكان له دور كثير مهم. الرب يسوع كثير حبه، والرب يسوع استخدم هذا الشيء الصغير يلي كان معه. فبدي اياكم تقروا القصه كثير منيح وتقولوا لنا شو تعلمتوا منها بالاسبوع الجاي. ومن هلا لوقتها اصدقائنا اذا عندكم اي سؤال او عندكم اي شيء انتم مرددين فيه، انا بشجعكم تفوتوا تكونوا قاعدين لحالكم تقروا بالكتاب المقدس وتسالوا الله عن شو لازم تعملوا. ومنشوفكم الاسبوع الجاي. باي.